السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مسعى الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة. شرحنا قبل كده عملية الفرز، إن شاء الله سوف نتكلم ما بعد الفرز، كيفية العناية بنبات الطواية الذهبي أو الثرو الإيطالي أو الثرو العمودي. بعد عملية الفرز بيتم رص الزراعة زي ما واضح معانا في الفيديو، وبعد كده بعملها عملية تحضير هرمون باستخدام رشاشة الظهر زي ما واضح معانا في الفيديو. بحط عناصر أساسية في المبيد مثل الهيومك أو روزريكس. الواضح قدامنا في الفيديو نبات الثرو الليموني، ده النباتات المش مقدرة بيتم عملية الصرد والرص مرة تانية، وبنعمل عليها عملية حضانة تاني، يعني ما بسيبهاش مكشوفة، انا بحط المبيد زي ما واضح معانا في الفيديو، وبعد كده بقفل الحضانة بالشكل ده لمدة 10 ايام، وبعد كده بفتح النفق تاني وبديها رشة هيومك مغذي منشط للجد. ادي تحضيرة المغذي، بحط هيومك على روزريكس بيبقى معايا بالشكل ده، نص جردة المية بيعمل لي ما بين من 3 رشاشات الى 4 رشاشات، الرشاشة تقدر ب20 لتر، يعني تعمل لي حوالي 60 لتر او 70 لتر مية. بحط عليها 60 او 70 لتر مية، وبعد كده بتتم عملية الرش في النباتات المقدرة، وكذلك النباتات المش مقدرة بتبقى معانا بنفس الطريقة. هذه طريقة الرش زي ما واضح معانا في الفيديو، وبعد كده بقفل الحضانة زي كده. كذلك النباتات المقدرة، ادي نبات الثرو المقدر اهو، بيتم عملية الصريد المقدر بحطه على بعضه في مكان لوحده، وبقفل عليه الحضانة بعد عملية الهرمون او عملية الغذاء اللي هي تحضير اليومك، وبعد كده بقفل عليها الحضانة لمدة اسبوع، وبعد كده بخرجها من الحضانة الى خارج الحضانة، بتتم عملية التضيير، وبعد التضيير بعمل لها عملية حضانة لمدة 30 يوم، بحيث لو في جدر ضعيف معايا وما اشتغلش بيشتغل معايا في الكيس الكبير. ولو في اي استفسار ابعتولي في الكومنتات وهرد عليكم. لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات في الزينة. انتظروني في فيديو جديد من قناة مسعى الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.